اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة درب عمر. كما كتعرفوا معنا منطقة درب عمر داز فيها مشروع ديال الترام وتعطل واحد شوية، كيجيو صحاب الهوندا كيبلاصيو فيها فين ما جاب ليهم الله رزقهم، بحال غيوليو كاين لا كلاكسونات هنا كاين الشمال هنا نعش معاهم. بالنسبة لهاد المولي الناس لي كيسكنو هنا حسن عوانو، عرفتي الطريق عامرة، صحاب الكاميوات حاطين السلعة ديالهم وهادو تيكلاكسونو كتر من القياس. نرجعو للموضوع ديالنا، هو صحاب الهوندات أن رجال الأمن جاو لقاو هاد الطريق ديال الترام ولات كتستغل من هاد الهوندات، كيبقاو واقفين بالساعات قبل ما جاهم شكليات. يعني رجال الامن داروا واحد حمله عليهم كيحروا لهم مخالفات ديالهم. دابا في هذه اللحظه تقريبا شي 10 افاد الخفه، دابا شي 10 البلاصه كانت عامره، غير شافوهم اللي هرب هرب واللي شدوهم راه شدوهم. مازال الدراجين واقفين، مازال الدراجين واقفين. كاينين رجال الامن، علاش هاد الطريق عامره؟ ملي كي كيكونوش كيبان لك هاد الطريق ديال الترام كلشي كيدوز من هنا. دابا هاد الشاحنات شوفين وقفات، هادشي علاش جاو حروا لهم المخالفات ديالهم. هاد الطريق ديال الترام حتى هي دارت زحمات، زحمات الطريق. دابا الا وقف غير واحد، انت بحال دابا دوك يحطوا البضائع ديالهم، الا وقف غير واحد يحط سلعته صافي الطريق تحبسات، الطريق تحبسات. هنا الطريق ولات غدا مصيرة، وقف غير شي واحد، وقف غير اونفون تحبسات الطريق. وهنا كاينين المحلات بزاف، اي واحد وقف غير يحط شي سلعة لمول المحل ولا يتكدا شي حاجة وبغي يهزا الطريق تحبسات. يعني الناس ولات كتعاني مع هاد الطرام اللي داز هنا، ولات الناس كتعاني. روين روين مدينة الدار البيضاء ولا على واحد الضغط كبير بالنسبة لوسائل النقل. وليت تفضل انك تشوف رجال الشرطة ضروري خصهم يكونوا حاضرين، باش انا نشوف الطريق ديالنا واليمين ديالنا وهو جاي داخل فيه، كل كيدير سلوغان ديالو. ها شو هذا شو كل كيدير سلوغان ديالو، بحال البيبان ما مسوقش. عادي تبع تجي تشوف بعض الناس اللي كيديروا شي حوايج في الطرقات، تقول هاد الناس راه ما فهمتش، بحال كتفرج شي فيلم ديال الضحك ولا ما فهمتش ولا كيدير اللي هو. شتو يخرجوا لشارع محمد
دايزين حنا دابا هذه هي البياضه خلاص، علاش كنقولوا البياضه؟ هذه هو المحلات ديال الجمله ديال البيض، هاد الكاميوات كيجيبوا البيض هادو كاملين. الصباح الصباح كلشي كعندو البيض، كلشي كيجي يشري البيض، كلشي كيتغدى. الكراج علال حتى هو عالم اخر، حتى هو طريق اخرى، وجاب الله بعدا السلطات راه دارت واحد المجهود كبير انها حيدات دوك الفراشات باع المتجولين، راه كيشكلوا واحد المشكل كبير، ولكن الله يحسن العوان خاص البديل، ولكن راه كاين مشكل كبير لا بالنسبه للساكنه اللي تما راه مكرفسين، لا بالنسبه لاصحاب المحلات اللي عندهم داكشي قانوني ديالهم مكرفسين، لا بالنسبه للماره ما كيدوزوش من الراسب، لا بالنسبه للسيارات اللي كيدوزو على الشارع حتى هما كاين واحد المشكل كبير، بان الا كنتي دايز من هذا الشارع راه خصك دير واحد تقريبا واحد 30 دقيقه ديال هذا الشارع غادي خصك تضيع فيها، غادي توقف جهه الكروز هنا، وقلت لك هاد تريبورتور اللي كيحط في السلعه تخاص مع هذا روينه، يعني وليتي كتشوف واحد المشهد، يعني عينك ولات كتشوف لقدام شنو كاين، راه قبل راه ما كنتي كتشوف والو. فضل الوالي الجديد اللي جا مدينه الدار البيضاء، كنشكرو وكنرفعو ليه القبعه على المجهودات اللي دارها، كما كتشوف معنا وليتي كتشوف الرصيف كيدير، وكتشوف الا حطيتي شي حاجه تلقاها، راه الا كنتي وانت راه كدوز الا تفوتي على الشخص اللي معاك مشيتي ما بقاش يبان لك. شو دابا البانوات ديال المحلات ولاو كيبانو، شي هو كيبان يعني كاين شي حوايج خاصهم يتبدل، خاصنا التغيير باش نولفو، باش عرفتي سولت واحد الشخص كيدير العقار، قال لك المحلات طلعوا شويه في الثمن ولا عليهم اقبال بزاف، شنو هو؟ قال لك اصحاب فراشات اغلبيه بداو يشريو المحلات ديالهم، المغاربه راه واعرين واحد الفئة الله يحسن العوان، واحد الفئة مخبية مع الله يحسن العوان، راه والله ما تفهم شي حاجة. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في، إلى حين بشير آخر إن شاء الله. هذا هو كراج علال، والله كراج علال ما كنتي كتشوف فيه شي حاجة، تي راه مشكلة، راه خاص رجال السلطات ورجال الأمن كيسرحوا في الطريق، خاص بزاف ديال الحوايج. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في، إلى حين بشير آخر إن شاء الله.